على بركة الله نبدأ. أولا نرحبوا بالحاضرين والحاضرات. كيف ما انتم عارفين انه لي فورماسيون شحال هادي كاينين، دي فورماسيون ريزيدونسيال وكاين دي فورماسيون الترني. سي بون، فورماسيون ريزيدونسيال هما لي ستاجير كيجيو سوا العام الاول كيقراو طيلة السنة في المؤسسة ديالهم، سمار كيقراو في المؤسسة ديالهم نص نهارات لي خاوين عندهم، هم احرار انهم يمشيو للكراج ولا لا. العام الثاني لا ميم شوز، في نهاية العام الثاني كيخرجوا ستاج، هذاك ستاج اوبليغاتوار، هادي مود ريزيدونسيال. سي بون، كاين الفورماسيون الثانيه هي فورماسيون الترني، يعني كيجيو لي ستاجير العام الاول كيقراو شهر 9 و10 مثلا، شهر 11 كيمشيو ستاج، شهر 12 كيجيو للمؤسسه، شهر 1 ستاج، شهر 2 للمؤسسه هي وغاديه. العام الثاني كذلك، اللي هو جديد دابا انه فاش كان الحجر الصحي كانت دراسه عن بعد، ودوزو التلامذ ديال السنه الاولى ما دوزوش الامتحان ديالهم، وتم التنقيط ديالهم حسب لي كونترول ولي زي اف ام اللي دوزوهم قبل نهار 20 في شهر 3. هذا الشيء اللي وقع. السنة الثانية بجنا لهم الامتحانات فان دو فورماسيون اللي نشرناهم قبل، ونشرت لكم لي كوريكسيون ديالهم، دوزوهم غير صافي ان سيمين هادي باش دوزو، ودوزو غير في لي موديول اللي تقرروا حضوريا قبل نهار 20 في شهر 3. هاد السنة هادي بسبب انه الوباء باقي ماليش الدواء، التكوين المهني اعتمد واحد لو مود دو فورماسيون سميتو مود ايبريد. مود ايبريد كيف ما حنا عارفين في الطوموبيلات عندنا دي فيكول ايبريد، يعني مخلطه فيها موتور ا كاربيرون اي موتور الكتريك. هاد لا فورماسيون اون مود ايبريد هي مخلطه. اشنو اللي عندنا لي ستاجير هاد العام، سواء العام الاول سواء العام الثاني، عندهم حصص عن بعد وحصص حضوريه، غير هي بواحد الطريقه مختلفة. الحصص عن بعد غادي يقراوها بطريقة يعني افيك مايكروسوفت تيمز، هي البلاتفورم اوفيسيال اللي اختارها التكوين المهني لانها مرتبطة بلي كونت اوتلوك اوفيس 365. لي ستاجير في التكوين المهني كلهم بما فيهم الأساتذة والموظفين الإداريين كلهم عندهم دي كونت ديال الأوفيس 365 الأوتلوك. الأوتلوك يعطيك بلوزيور زابليكاسيون من بينهم تيمز. تيمز هي واحد لابليكاسيون بوغ لي كلاس فيرتوال. سي بون، بالنسبة للواتساب فيسبوك يوتيوب هادو كيبقاو دي مود او لا دي ميثود دو كومونيكاسيون اللي هي مساعده وصافي. كاين زوم، كاين لي كلاس فيرتوال ديال جوجل، كاين بزاف. سمر، هاد الحصص اللي غيدوزوها لي ستاجير عن بعد اش غادي يتقرا فيها؟ غيتقعد يتقرا فيها توسكي تيوريك، هذا هو الشرط.
ما غاديش يقراو داك الشيء اللي هو براتيك عن بعد، غيقراو غير لا بارتي تيوريك سي بون. وهذوك الحصص الحضوريه كيف ما نتوما عارفين انه شاك جروب دو ستاجير فيه 25 ستاجير، بسبب الوباء وهذا والاحتياطات الصحيه ما غاديش يجيو حضوريين 25 واحد في وقت واحد. يعني شاك جروب غادي يتقسم لدي سو جروب، يقدر يتقسم حتى على 4 ولا على 3 الحصص الحضوريه باش يقراو توسكي براتيك شي اللي كاين حضوريا في وسط المؤسسه. غادي يقسموكم لدي سو جروب، مثلا دي سو جروب ديال 9 ديال لي ستاجير ولا 8 ديال لي ستاجير ولا 6 ديال لي ستاجير على حساب لي بوست دو طراي اللي كاينين عندكم في لاتولي باش ديروا لا براتيك. خلاصه تكون ميالي اعتمد مود دو فورماسيون سميتو ايبريد اللي هو مختلط في حصص نظريه وحصص تطبيقيه. الحصص النظريه غادي تقراوها عن بعد، غادي يجمعوا لك كلهم في شي حصه عن بعد ياك، والحصص اللي هي تطبيقيه غتقراوها في المؤسسه ولكن بطريقه مقسمه. غادي يقسموكم لدي سو جروب، يعني هادشي اللي خاصكم نتوما تردوا ليه البال. بالنسبه للحصص النظريه فيها سينكرون اي اسينكرون، يعني التزامني وغير التزامن. المقصود بالفورماسيون ا ديستانس سينكرون هي غادي تحضر حصه عن بعد سواء في تيمز ولا شي حاجه زوم ولا لي كلاس فيرتوال ديال جوجل، يعني مباشره لايف ديريكت تشوف الاستاذ ويشوفك، هذه هي سينكرون سي بون. وكاينه فورماسيون ا ديستانس اسينكرون، هي هادشي اللي كيبان لكم دابا قدامكم. عندكم واحد السيت ويب داروا لكم التكوين المهني ياك بوغ توسكي فورماسيون ا ديستانس اسينكرون، اللي هو او اف بي بي تي اكاديمي سي بون. ملي كتدخلوا لهاد السيت ويب اللي قدامكم هنا عن طريق انه كتدخل لابواط ديالك اللي فيها النو اللي فيها لو برينو نو او اف بي بي تي اي دي بوان ا، باش كتدخل لهاد السيت هذا تلقى لي سيكتور هما هادو ديالكم. من بعد لي سيكتور مثلا احنا دابا كناخدو غير مثال، الا بغينا سيكتور ديالنا على اكزامبل على اي، هنايا كيكون عندكم لي سيكتور، عندكم واحد لافلاش بحال هادي كتكون في هاد الجنب هذا كتبعوها باش تمشيو الريم، يعني ريباراسيون دي زونجان. ومن بعد كتلقى كيطلع ليك الريم، قلنا غادي تلقى ريباراسيون دي زونجان موتور اوكي، وكتختار لا فيليير اللي كاينه تما، كيطلع لك هو هادوك لي فيليير اللي كاينين عندكم كاملين سي بون. كتدخل هذيك لا فيليير وكيحط لك لي مودول، شاك مودول كتدخل لي مثلا كتلقى فيه دي بيتي دوسي على حسب لي زيليمون كومبيتونس لي كاينين، وكل اليمون دو كومبيتونس لي عندو علاقه بهذاك المودول بطبيعه الحال كتلقى لي فيشي ديالو